السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة سريعة تيتوريال لموضوع الـ Information Theory تابع لموضوع Digital Communication. طبعا عندنا 6 محاضرات مهمة عن موضوع الـ Information Theory، نظرية المعلومات. بهذه المحاضرة سنأخذ يعني مراجعة سريعة مع تيتوريال سريع لبعض الشغلات المهمة اللي نركز عليها. طبعا بالجزء الأول هو مقدم فقط، ما مطلوب أنتم تعرفوا أنه هذا البلوك دايجرام أو يسمونه البارا دايجرام أو البارادم، اللي هو الفورميشن سورس، سورس كودر، شانل كودر، شانل، وبعدين العملية المعاكسة اللي هي شانل ديكودر، سورس ديكودر، وديستنيشن. حكينا على كل جزء من هذه الأجزاء بالمحاضرات الـ6. مثل ما تذكرون حكينا على السورس كودينج، عملية كبس الإشارة، شانل كودينج، عملية إضافة بتات أخذناها ما قبل نص سنة، وبعدين أخذنا أنواع أخرى موضوع انفورميشن ثيوري. أخذنا المحاضرة الأخيرة السادسة عن الشانل وعملية موديلينج والتايبس والشانل كاباسيتي والعمليات المعاكسة اللي تحدث بالريسيفر. هذا جزء ترانسميتر وهذا جزء ريسيفر. المحاضرة الثانية أهم ما يعني المحاضرة الثانية أهم ما فيها أنه عند الانفورميشن ميجرمنت أو الانفورميشن contains ما تحتويه المعلومة من أحداث، أو ما يحتويه الحدث من معلومة. الأضبط أنه ما يحتويه الحدث من معلومة قلنا تتناسب عكسيا مع الـ probability. إيش قد تزيد الـ probability؟ إيش قد الـ information contains تقل، بحيث أنه احتمالية 100% تعني أن information contains صفر، واحتمالية 0% تعني information contains هي عبارة عن 100%. وقلنا القانون العام انه كل ما عندي probability فقط اخذ ماينس لوج 2 probability، اخذ ماينس لوج probability هتطلع لي information. فعمل علاقه عكسيه بين probability. طبعا اي موضوع من المواضيع اللي اخذنا حلينا عليها probability راح تكون من ضمن هذا الموضوع، لانه تنبوها ما توجدون probability، ما مثل ما حكينا بالفصل الاول، فقط راح يضاف لك فقره اخرى انه وجدوا information contains اللي هو edge of e، طبقون ماينس لوج بي او، فما طلعت عندي probability لحدث معين مثلا 20% اللي هي 2 على 5، 20% يعني 1 على 5 او 40% و30%، تطلعوها مثلا قيمه 0.7 0.6 0.8 اي نسبه، تاخذون ماينس لوج القيمه هاي 0.8 فيطلع لكم الايدج اوف اي. فهذا الموضوع ما اهم ما فيه هو هذا القانون اللي هو information contents او information measurement ل probability معينه، فهو علاقه عكسيه بينهم. الحل السؤال يعني او الموضوع الثالث او السلايد الثالث هو السورس انتروبي. قلنا هو عباره عن المين او الافريج للانفورميشن كونتينس. شوفوا ممكن اعمل عليها هايت، هو عباره عن الافريج للانفورميشن كونتينس. فلهذا ايش يعني مش مجرد انه الايدج كابيتال، طبعا هنا كانت عندي الايدج سمول انفورميشن كونتينس، يصير عندي الافريج او يصير عندي التوتال انفورميشن كونتينس او اللي يسموها الانتروبي، السورس انتروبي، راح تكون عندي ماينس بي 1 لوج 2 بي 1 ماينس بي 2 لوج 2 بي 2 ماينس بي 3 لوج 2 بي 3. اخذنا مثال اصلا بالمحاضره السادسه، اخذنا مثال عليها. ممكن هذا المثال يعتبر هو المثال الاهم في موضوع الانفورميشن ثيوري بالسلايد السادس اللي هي بعد قليل راح اجي احكي علينا. فهذا القانون واهم ما موجود في هذا السلايد اللي هو سورس انتروبي. بعد ما طلعنا بالسلايد الثاني الانفورميشن كونتينس، مجرد اخذ ماينس لوج عفوا يعني بس مجرد اجمع البروبابيليات، اذا كان عندي مثلا فور اكزامبل مثلا نسبتين، نسبه 0.7 و0.3 لحدث معين، فاقول ماينس 0.3 لوج 2.3 ماينس 0.7 لوج 2.7، يطلع لي الانتروبي مال هذاك الحدث اللي هو مجموع المجموع او الافريج، يعني كانه المجموع مقسم على العدد اللي هو بطريقه او باخرى تعني المين او الافريج للانفورميشن كونتينس. السورس كودينج حكيته على السورس كودينج، وطرقت الى طريقتين رئيسيتين اللي هي طريقه الشانون هوفمان الطريقه الثانيه اللي هوفمان كود. هاي الامثله كلها موجوده عندكم. طبعا ممكن نتطرق الى مثال سريع بهال هذا مثال سريع. مثلا عندي نسب A.3، A هو عبارة عن حدث معين، نسبته أو احتماليته ممكن نكتب هوني probability، هاي probability P of E، probability لحدث معين هو الإي، زين الاحتمالية هذا الحدث، والإي هو الحدث، يعني هو الحدث هو عبارة عن A B C D E، هاي أحداث. احتمالية الأحداث هي 0.35 0.25 0.17 0.13 0.21. طبعا هاي probability ممكن نحسبها نحن وممكن تعطى بالسؤال. بعد ما نحسبها لازم نجي نرتبها تنازليا من اعلى الى اسفل،
راح نجمع يعني نقوم نقسمه الى اجزاء. طبعا نقسم البروبابيليتي اللي تكون عاليه، مثلا فور اكزامبل الـ.35 مع الـ.25 تعمل لك 60، يعني هاي النسبه، هاي النسبتين، هاي النسبتين تقريبا تعمل لها اكثر من 50%، تعمل 60%. فممكن ناخذ نحن 50% فما فوق، ناخذ 50% فما فوق من النسب، لازم تتجاوز 50% او ما يقارب 50% من النسب، نعملهم يعني كاتيجوري، او نعملهم كانهم يعني صنف واحد. هاي التو بروبابيلتيز، حدث اي وحدث بي، اعلى تو بروبابيلتيز بحيث انه يوصلوني 50% فما فوق او مقارب هذا الرقم، انطي الحدث الاول 0 0 وانطي الحدث الثاني 0 1، صار عندي كانه تصنيف او ترقيم لهذا الحدث. بعدها راح اجي على الحدث الثالث اللي هو 0.17، بما انه انا ما استغليته كل الاحداث. شوفوا هسه 0 0 صفر واحد، ممكن استغل الواحد صفر، فممكن اقول 0.17 استغله اقول واحد صفر، فهذا الحدث الثالث. الحدث الرابع والخامس طبعا راح استغلهم بطريقه او باخرى، طبعا اقل حدثين اللي راح يكونون، راح انطيهم الواحد منهم 1 0 0، الثاني راح انطينه 1 0 1، انطي واحد هوني 0 0، بعدين راح ابقي واحد وانطي 0 1. كانه تلاحظوا إيه هذا الجزء، إيه هذا الجزء هو مشابه لهذا الجزء، يعني 0 0 0 1 وهنا 0 0 0 1، لكن عندي كانه هاي عندي احد عشرات استخدمت المئات اللي هو 1 1، فصار عندي كانه تصنيف اخر. فتلاحظون استخدمته بالتين 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 لهاي الاي بي سي، واستخدمت 3 بتات للدي و3 بتات للاي، وطرق اخرى للحل يعني، ولكن هذا الطريقه اللي استخدمته هوني. ممكن استخدم واحدات مكان اصفار، انطي 1 1 1 0 وهكذا نفس الحل. المهم انا لازم اوجد انه عدد البتات المستخدمه اللي هو الكود وورد، الكود وورد اللي احتاجه حتى اصنف هذا الحدث. راح اجي احسب ال سي، ال سي راح تكون عندي بقى سميشن. شوفوا عندي 2 اضرب في 0.35، 2 في 0.25، 2 في 0.17، 3 في 0.23، 3 في 0.1. عادة اشكال تقل البروبابيلتي، اشكال يزيد عدد البتات اللي يمثلها، مثل ما حكينا انه عادة البتات الاحداث اللي تكون البروبابيلتي مالتها قليلة بي انفورميشن كونتينس اكثر، فلهذا تحتاج عدد بتات اكثر لتمثيلها. طبعا هاي رياضيات، بعد ما ارجو انه ما تخطأ بالرياضيات، سميشن اضرب الاثنين في 0.25، اثنين اكمل العمليه يطلع لي 2.25 بتس، هاي مجموع البتات اللي احتاجه حتى امثل هذا، هاي الاحداث اللي من الاي الى الاي. اجي احسب الانفورميشن، هذا مثال اخر للانفورميشن كونتنت اللي موجود بالسلايد السابق. راح تلاحظون انه اجي اقول ماينس، طبعا هو القانون هو ماينس بي لوك 2 بي، ولكن بما انه عندي طبعا هذا الانفورميشن كونتنت، بما انه عندي عده احداث، فماينس راح يكون عندي ماينس سميشن بي اي في لوك 2 بي اي. راح تلاحظون نفس القيم، ماينس 0.35 في لوك 2.35، ماينس 0.25 في لوك 2.25، فتستمر العمليه يطلع لي الفورميشن او يسمونه السورس انتروبي 2.179 اللي هو السورس انتروبي اللي هو بيت بير سيمبل، البيت بير سيمبل اللي هو الانفورميشن السورس انتروبي لهذا الحدث. اجي اطلع الافشنسي، الافشنسي اللي هي عاده اقسم الايدج اوف اكس السورس انتروبي على ال سي على الكود اللينك على الكود وورد، راح يطلع لي عندي قيمتي 96 بوينت، قيمه الافشنسي 96.87. ممكن احل السؤال بطريقه اخرى اللي هي طريقه هوفمان، ايضا ارتب من اعلى الى الاسفل من تصاعديا تنازليا عفوا. راح اجي اقول اخير حالتين او اخير حدثين انطيهم 0 1 واجمعهم يطلع لي 0.35، ارجع ارتب ال 0.35 بحيث انه تصعد في المكان المناسب لها، لان عندي 0.35 0.25 و 0.17، فال 0.23 راح تكون داون 0.25 اسفل 0.25 واعلى من 0.27 0.17. اساس عندي اخير نسبتين ال 0.23 وال 0.17، ايضا انطي 0 1، الصفر للاعلى والواحد للاقل، راح المجموع بيكون عندي 0.4، وايضا المجموع عندي راح يكون عندي 0.4، ايضا اصعدها راح تصعد اعلى 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 احتماليه صعد 0.4، وبعدين ارتب الباقي 0.35 0.25 ال 0.35 0.25 انطي 0 1، المجموع مالتهم 6 اصعدها اعلى شيء، وبعدين اجي اخلي 0.4 هوني. هتلاحظون اذا جيت وقريته مثلا اكزامبل 0.35، 0.35 من ابدي اقراها؟ وين اقراها؟ صفر صفر فقط، صفر صفر، اذا اقرا صفر صفر. ال 0.25 راح تكون عندي واحد، هذا الواحد هون راح يكون عندي الصفر، ال 0.2 0.17 0.17 من بدا من هون 0.17، اذا واحد بعدين واحد بعدين صفر، شوفوا واحد عفوا 0.17 بدا من هون واحد
بعدين واحد عفوا فص واحد فقط واحد 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 يكون عنده 2 بيت البوينت 1 3 شوف البوينت 1.23 من بدا صفر صفر واحد شوف هذا اللينك ما بينه بس مجرد انه اقرا صفر صفر بعدين الى البوينت 4 الى الواحد فاذا صفر صفر واحد طبعا ممكن اقراها بهالاتجاه ممكن اقراها بهالاتجاه ما عندي مشكله بيها لكن اهم شيء انه عدد البتات اللي تمثله البوينت 1 راح يكون عندي واحد صفر واحد فتلاحظون انه راح يكون عندي عدد البتات اللي تمثل لي 0.35 بتين عدد البتات اللي هو ال اي نفسها عدد البتات اللي تمثل لي 0.25 بتين عدد البتات اللي 0.17 بتين والبوينت 23 والبوينت 1 تمثل لي 6 بتات طبعا هذا الحل مقارب للحل السابق كان انتم تحسبون ال سي والايدج يعني الكود وورد والسورس انتروبي والافشنسي بنفس الطريقه اللي حسبناها قبل قليل بالقانون بطريقه الشانون هوفمان اي مثال حلول بهي نفس هذه الطريقه بل نفس الطريقة ما عندي أي مشكلة فقط أنه هاي الأرقام راح تتغير ترتبون تصاعد تنازلي وتأخذون أخير بتين أو أخير احتمالين وترفعون هاي القيم بحيث أنه تجدون عدد ال LC وتجدون الشانون efficiency والهوفمان efficiency هذا ما يمثل إيش مثل الموضوع السورس كودينج اللي قلنا أهمية هذا الموضوع هو عملية كبس هذه العملية هي عملية كبس الداتا مالتي حتى تقلل من البتريت المرسلة. العملية اللي بعد اللي راح تحدث هي الشانل كودينج، طبعا الشانل كودينج المحاضرة يعني بالتفاصيل الموجودة، أخذنا هاي الأجزاء كلها اللي هي بالفصل الأول. من بعض الطلاب سألوني عن هاي العملية شلون تحدث، فحطيت عندي واحد صفر واحد تدخل إلى هذا الكونفوليوشن انكودر هذا 1.0 يتصور انه عندي 1.01 دخلت على الكونفوليوشن انكودر طبعا بما انه انا عندي هذا هو التمثيل الداتا انبوت اوتبوت لهذا الداتا فراح اجي اتحكم بعمليه الاخراج اول شيء او خلي اتصور انه هذا اول بت دخل خلي اتوقع انه داخل هذا الكونفوليوشن كود داخله دي 1 دي 2 او اكس 1 اكس 2 0 0 0 فراح اجي ادور على قيمه 0 0 هاي عندي 0 0 وجاني واحد عندي صفر صفر ويجيني واحد انا ما عندي غير هاي الحاله شوف هذا الصفر صفر عندي هذا الحاله وعندي هذا الحاله هذه اخراجات شوفوا السهم طلع من الصفر صفر ورجع الصفر صفر وطلع من الصفر صفر رايح باتجاه الواحد صفر هاي حاله ستيت داخل الدائره هو الستيتس مال دي 1 دي 2 على السهم عندكم الانبوت هوني والاوتبوت راح يكون عندي هوني عاده الانبوت انبوت بت واحد والاوتبوت راح يكون عندي بتين بمعنى انا بحاله الصفر صفر انا حاله الصفر يعني الدي فليب فلوب اللي موجود بالكونفوليوشن وعندي 2 دي فلوبس قيمتهم صفر 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 وجاني واحد هيكون عندي الاخراج مالتي واحد واحد فبس مجرد انه اكتب هوني هيكون عندي واحد واحد هو اخراج هذا البت زين الحاله هسه تحولت الى ايش؟ من الصفر صفر تحولت الحاله وين؟ شوف هذا السهم راح الى حاله الواحد صفر يعني حاله الدي فليب فلوب صارت عندي واحد صفر مثل ما فهمنا بالعمليه الشيفتنج وجاني صفر زين جاني صفر ما عندي غير هذا الباث اخراج هذا لكن عندي هذا واحد انبوت وعندي هذا الرقم هذا الخط انبوت مالتي صفر اذا راح اخذ هذا الخط اللي انبوت مالتي صفر والاخراج مالتي واحد صفر اذا الاخراج مالتي يكون عندي واحد صفر اخراج هذه الحاله هي واحد صفر اخراج هذه الحاله راح يكون عندي الاوتبوت مال هذه الحاله واحد صفر ليش ما اخذت هذه الحاله؟ لان هذه الحاله في حاله يجيني واحد انا ما جاني واحد جاني صفر فشوف هذه الحاله هي اخراج لهذا البت زين الحال البت الثالث شوف البت الثالث اولا هذا الحاله وين تروح؟ تروح على حاله الواحد الصفر واحد حاله صفر كانه الديفولت بالفلوس قلب الى حاله الصفر واحد بيسوي شيفتنج وجانو واحد جانو واحد جي هذا الواحد الاخير اذا بيعمل اتجاه اذهب يا اما اذهب بهالاتجاه او اذهب بهالاتجاه شوف يعني شكل الاسهم هاي تعطى بالامتحان لا تحفظ يا اما يكون بهالاتجاه يا اما يكون بهالاتجاه شوف هالاتجاه عندي واحد انبوت يخرج مالتي صفر صفر بهالاتجاه يكون عندي صفر انبوت واحد واحد اوتبوت فبما انه يكون عندي بهالداتا يكون عندي واحد هذا الداتا مالتي واحد انبوت اللي هو هذا الواحد انبوت هيكون عندي الاخراج مالتي صفر صفر فاذا الاخراج مالتي هيكون عندي ايش؟ واحد 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 صفر 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 بسبب انه جاني واحد صفر واحد هذا ايش بدا بحاله الستيت صفر صفر تذكرون هذا دائما نحن نبدي بيها لا تعطى بالامتحان دائما تبدون بهاي الحاله لان انا اتصور ان دي في البلوف بين 0 0 بما انه 0 0 جاني فلازم اتحول يا اما بالاتجاه يا اما بالاتجاه بعدها ابدي استمر باتجاه اللي انا امثل عندي الداتا مالتي فجد تحولت الداتا الى 1 1 1 0 0 0 اللي حاله ال 1 0 1 ادخال اخراج 1 1 1 0 0 0
ست بتات يعني خرجت وهناك عندي ثلاث بتات ادخال، فالبيت او الكود ريت راح تكون عندي 0.5 اللي هو واحد يعني 3 على 6. هذا مثال من الامثله اللي سالت عليه انه كيف التحليل تحل هذا الامثله. البقيه مشروع تكون بالمحاضرات اللي هي موجوده. المحاضره الاخيره كانت انفورميشن شانلز، حكيتوا على انواع الشانل توبولوجي، راح تصلكم محاضره قريبه ان شاء الله. وهي الحالات الاشارات المهمه انه ممكن يعطى لكم هذا السؤال، يعطيكم الشانل البروبابيلتي ترسموا لي شانل، او بالعكس ترسموا ممكن يعطيكم الشانل او يعني التوبولوجي، او يعطيكم الموديل وترسموا توجدوا الماتريكس. وهي الانواع لازم تعرفوها بالنسبه لعمليه تحويل الماتريكس. حاله خاصه وحاله مهمه اللي هي نوزلس شانل، اللي عاده تكون السورس تروبي مالتها صفر، وهذا بسبب هاي الحاله اللي حكيتها في المحاضره. والماتريكس مالتها راح تكون عندي واحد 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 كدايجونال. ايضا من الشغلات المهمه هذا الموضوع اللي هي الشانل كاباسيتي. طبعا هذا مثال ممكن تتابعونه بالمحاضره اللي معطى لكم، محاضره مثال مهم اللي هو عمليه حسابات تعتمد على الفورميشن كونتينتس والسورس انتروبي، اضافه الى البروبابيلتي اللي هو يعني مراجعه للبروبابيلتي. اذا كانت عندي بروبابيلتي 0.6 في مال اكس 1، في البروبابيلتي مال اكس 2 هتكون عندي 1 ماينس 0.6 اللي هي 0.4. وتستمر العمليه عمليه الحسابات اللي موجوده بالمحاضره اللي اعتصمتكم ان شاء الله. تصحيح مطبعي هذا تصحونه. وايضا هاي القانونين مهمين للنويز تروبي واللوز لوسز تروبي. ايضا الشانل كاباسيتي موضوع كلش كلش مهم، اللي هو حفظ قانون الكاباسيتي اللي هو بي لوج 2 اس ان ار بلس 1. وهذا هذا المثال مثال يعني مهم، ممكن انه يطير الارقام بحيث انه يكون عندي ناتج اخر، ويعني يطلع عندي كاباسيتي او ثروبوت او ما يسمى الماكسيموم. شكرا جزيلا، السلام عليكم.